صباح الخير، كيفكن يا حلوين؟ شو أخباركم؟ كيف رمضان معكم؟ كيف هالصيام؟ امبارح ما صورت أبدا، شوي كان معي مايجرين سو ما كان فيني. اليوم أحسن، ححاول صور لكم. حنبلش بالصبح، هلا الساعة 10 يمكن، بس نحنا فايقين من 7:30 لأنه الأولاد عندهم مدرسة على 9، وبديت الأولاد على المدرسة ورحت على السوبر ماركت وما كلهم عم بيروحوا، ومش كل الأيام علي بالبيت وسالين بالبيت، لين بس يلي بالمدرسة اليوم. وهي هيك لنشوف هيدا اليوم برمضان كيف حيمشي وشو رح نعمل. امبارح طلع عنا الغبرة، هيدا الهوا اللي فيه غبرة بخبركن عنه. سوق البرندة كلها غبرة، يعني بتبين أبيض بس هي على الكاميرا ما مبينة إنه أبيض. حأعملها بس مش ما هلأ، لأنه هلأ الطقس كتير كتير شوب، ما بينطلع على البرندة ولا بينعمل شي. بدي نظف، بدي نظف إزاز البرندة كمان، كله ايدين، مطبع ايدين بدي نضفه. بس كمان ما هلا بركي عشية بكون الطقس احسن شوي. قط القعدة مكركبة، وهيدا علوشي تحمام نضيف. نعيما نعيمك نعيمك نعيما. في ضب قط القعدة شوي، مع اني ضبيت امبارح قبل ما انام بس تكركب ما بعرف شو. مهم، وضب القوض والمطبخ في غراض السوبر ماركت يلي جبتها. عم بعمل مخطط اليوم. أوضة علي ما فيها كتير شغلات. يا الله شو جعبالي ضب الألعاب تعول علي، شفته من الفيديو القديم وقتها كنت عم ضب، وقتها كان جاي أختي وأنا عبالي ضبه. علي شرع غزناته على الآخر، على أساس إنه ضابي بتخته، أستاذ علوشي. الكتب لازم يروحوا على خزانة الكتب، ما بعرف شو بيعملوا على الألعاب. مهم، هلا أنا عم حط بلان براسي شو لازم اليوم أعمل بعقلي. أوضة البنات أكيد ضبينها مثل العادة، يعني بيضبوها بس إنه ما بيضبوها منيح. وفي شي هيدي ساينس فير كومبيتيشن، ربحت لين الفيرست بليس، هي ورفقتها كانوا تيم يعني مع بعض وربحوهم. سو براود اوف لينو صراحة. وهيدي غيروها، حطوا شغلات كانوا مع بعض وقتها كانت اختي هون. مهم نشوف شو في ضب، ما شو في تغيير. ألعاب علي يلي everywhere، وين ما كان بتلاقوا ألعاب علي. أمرار عندي بالحمام بتلاقوا ألعاب علي. الله شوفوا لي شنط 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 شنط. في ضب مبدئيا، حبلش مثل العادة بضب أوضة أوضة، أوضة آخر شيء. بضب أوضة أوضة. أنا كتير بكره الأضوية الصبح، مين مثلي؟ ما بحب الأضوية الصبح أبدا، بالنهار يعني لما يكون نهار ما بحب الأضوية أبدا، بحب طفي الضوء. يعني بس بقطة القعدة معقولة يعني. وهيك بس لنبلش، بلش بأوضة البنات. في كتير منكم عم يطلبوا مني أكل، انا بنزلكم كم اكلات انا بعملهم يلي بعرف اعملهم، اوكي؟ بس انا عندي ذوق خاص بالاكل، يعني فلافلي ما باكل، بصل ما باكل، بهارات كتير بالاكل ما بحط، مني حدا ممكن تتعلموا منه طبخه.
انا بنزل على سناب شات وعلى الانستغرام ستوري عندي، بنزل اكلات بكون عم بعملها من اليوتيوب عم جربها، وبقول اذا الاكله منيحه اذا الاكله ما منيحه، اذا زبطت معي، اذا هالشف بيعرف يعلم الطبخه على اليوتيوب ولا ما بيعرف يعلمها، والشف يلي بخليني اعمل طبخه وتزبط هيدا الشف بيكون خارق حارق. مثل اليوم هاعملكم رز بحليب اخر الفيديو، الشاف سمعين دعسات اجرين على الوشي. ماما ووك نايسلي تقبرني. ماما انجري لخبركم في مسلسل على الوشي نزلته على سناب شات، عم بعمل مسلسل لانه ابني مسلسل بالصيام، هو مقتنع انه هو صايم لانه معود منحط سفرة، يعني الصبح بيتروق هو اخواته سفرة، الظهر بس يجوا منحط اكل مناكل، عشية بس يجي ابوه منحط اكل مناكل، هلا عم نحط سفره مره واحده، بقى هو معتبر حاله صايم لانه ما عم تنحط الاكل، يعني المائده ما عم تنحط، بقى هو معتبر حاله انا صايم ومتضايق ومزعوج من الصيام. ما اهضم الاولاد بس يكونوا صغار، كيف بفكروا عن جد. هلا حبلش دب أوضة البنات، وبس خلص دب أوضة البنات وأوضة علي وهيك بفرجيكم، بس مبدئيا بس حضبهم. واليوم سيلين صايمة وعم بتنشر الغسيل، عم بتساعدني بنشر الغسيل، وما عبالها أبدا تطلع على الكاميرا اليوم، ما بدها تطلع صايمة ما إلها خلق تطلع على الكاميرا. وهلا صرنا ب أوضة علي، سل الكالسيتات قلت لكم عنه. هلا اليوم هلا سلين بدها تقعد تفضيه كله، صح سلين بتسلي فيه لأنك صايمة لبين ما يخلص. ثانك يو. ما عجب الوضع كله، ما طايقة حالها هي صايمة وأنا عم حاول ضب أوضة علي، ضبيت شوية الألعاب بعد عندي هدول الألعاب، هلا بدبهم برجع بشوف اذا سلين خلصت. عم لها سلين بدنا ننشر غسيل كذا، اف يا الله شو هالماما يلي هلا انا صايمه وهي عم تتطلب مني طلبات عجيبه غريبه. بدي اقول لكم شيء، انه نحن مضطرين بالكويت لانه الحراره كتير عاليه ننزل كل البراد الصبح، يعني لانه خصوصي انه انا بيتي اخر طابق بتحبس الحرارة، بقى ما بنفتح برادي ابدا عشان يضلوا الاي سي شغال ويضلوا يعطي بارد، والا اذا فات السخونة شفتوا كيف بنسكر وبنطفي الاضوية علشان اقل حرارة، يعني بيحبس حرارة الباردة، يعني حرارة الاي سي البارد بتضلها بقلب البيت ما بتجي من برا. بقى الصبح ما بنفتح برادي ابدا. هلا الساعة 11، الي نص ساعة بس بشتغل، بس عم بشتغل على مهلي. نطرت شوي لحتى سيسي تخلص ضب السوكس، بس طولت 20 مينت عم بتضب السوكسات، سو حبلش ضب اوضة القعدة هي وعم بتضب السوكسات. شو اعمل؟ ما زبطت معي انطرة، هبلش طبطبة شوي. علي عم يحضر التي في ومش قبلين ينوص الصوت، بقى تحملوا الأصوات الباك جراوند. شو بدنا نعمل؟ أطفال في المنزل. يلا هلأ خلصنا كل شي جوا، كل الأوض وهيك، بعد في أغراض اللي جبتهم من الجمعية ما نضبوا، وفي شوية جري شوي، يعني شوية كبايات، يعني صراحة يعني بعد بدي ضب المطبخ وبعدين انطلق إلى العمل وجيب الأولاد من المدرسة لين يعني، وبس أرجع بنبلش أكل. وهيكن عم بتقضوا معي النهار رمضان من الصبح. رح افرجيكم هلا قد الساعة، هلا الساعة 3، دقولي من العيادة رحت، ورحت جبت لين من المدرسة
ورجعت ارتحت شوي لانه كنت دايخه من الطريق شوب كتير، وهلا حنبلش عملين الاكل صراحه. هلا حاسلق الدجاج، وانا وعم بسلق الدجاجات عم ينسلقوا. اليوم حابه اعمل رز بحليب، قلت لكم قبل هعمل رز بحليب بين ما ينسلقوا الدجاج، لانه الاكل ما بينطبخ بلا ما ينسلق الدجاج اول، ومعنا كتير وقت. سو بين ما ينسلقوا الدجاج بنعمل رز بحليب والوضع تمام. هعطيكم خلطة الرز بحليب كيف بتنعمل، وكيف انا كان ما بيزبط معي الرز بحليب ابدا، ما بيزبط معي بعدين بس تعلمته من هيدا الشاف، عن جد شابو با بجنن. هعلمكم كيف بيعملوا. ورجعت لكم مع طبخة الرز بحليب. عندي هيدولة مكيل، فيكم تجيبون من وين مكان، بس انا هيدولة جايبتهم من ايكيا. بلشت بنص كباية رز مصري. هيدي النص كباية بدي غسلها منيح منيح منيح. بعد ما غسلها بدنا نزيد عليها كبيتين مي ونسلقها. يلا نغسلها ونزيد كبيتين مي ونسلقها. حطيتها على النار للرز، وهلا بدي زيد كبيتين مي. هاي كباية وهاي كباية تانية. حطيت نص كباية رز، كبايتين مي، هلا حدور تحتهم واحرقهم. بدي اقول لكم شيء، يلي ولا مرة زبط مع الرز بحليب جرب هيدي الوصفة، لأنه عن جد أنا ولا مرة زبط معي الرز بحليب وكان كارثة، بس هيدي الوصفة بتجنن. هلا بين كل شوي وشوي منحرك الرز، كل شوي وشوي منحرك الرز، ولبين ما يستوي الرز بدنا نحضر باقي المقادير. كل شوي عم حركه، وهلا بنطر بس يغلي بغطيه وبنوز تحته وبننطره ليستوي ويبطل فيه مي ابدا بالطبخة، وبعدين بنزيد عليه المقادير الحليب وباقي المقادير شوي شوي. وهيدا رز استوى، بس حخليه شوي لينشف شوي وبعدين حزيد الحليب عليه. وهيدا الرز صار جاهز. هلا بدنا نسقط فوقه. عنا لتر لتر حليب، عم بحركه شوي، ححط نص كباية سكر ونص كباية نشا. ومبدئيا هيدا كل شيء، بتحطوا مسكة اذا بتحبوا المسكة، بتحطوا شو بسموه هيدا فانيلا اذا بتحبوا الفانيليا، بس انا هلا بس اطفي تحته بزيد مي زهر، وهيك بكون خلص الرز بحليب. بس يغلي ويجمد مع بعض، هلا فرجيكم كيف بكون صار جاهز وخالص. بس بدي فرجيكم كيف صارت، قدي صار الجامدة، وبس 3 دقايق بس ضليتني احركها وما فلتت ايدي من حركة علشان ما يلزق النشا. عم تجلي، انتبهت على صوت المي. وهيك بتكون خلصت بعد ما حطينا المزهر وحطينا المسكة
وصارت تمام، صار وقت السكب. وهي هي الرز بحليب، أهين أكلة. أنا أصلا ما هأعطيكم طبخات غير هينة وسريعة لأني ما بحب طول بالطبخ يعني. ومعنا مساعدة زينة عولين، عم يعملوا الفتوش اليوم. هيدي لينو اللي عم بتشوفوها عيونها مدمعين من البصل. زينب رمضان عملتها مسؤولة الادفيرتايزمنت والافلام والمسلسلات، يعني نحن بنشتغل وهي بتحضرنا المسلسلات. الله يرضى عليها. نتسلى ونطبخ رز بحليب. نعمل حلو. كاسات وعم نسكبها. على فكرة التكستشر تعيتها كتير 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 حلو، كتير حلو، لونها أبيض، كتير لونها أبيض، نصع البياض. ما بعرف كم كاسة هتعمل صراحة. هلا بدنا نحطهم بالبراد لبعد الفطار بكونوا صاروا منيح. وهيدي الكاسات خلصت، بس هلا بغلفها بينينهم وبحطها بالبراد وبفرجيكم اياها وقت التقديم. بنحط النايلون فوقها علشان المي ما تفوت على قلبها وتنزع الرز بحليب بالبراد، مشان هيك منغلفها قبل ما نفوتها. فيكن تغلفوها بسانيتا وفيكن تغلفوها بكليب فيلم، حيالله الموجود عندكم غلفوها فيه. وحفرجيكن اياها وقت التقديم كيف طلع شكلها. وهلا الطبخة التانية، هذيك ما طبخة، هذيك سويت. فرمت بندورة وجزر وبصل عشان نحضر للكبسة، والكبسة كتير 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 سهلة صراحة. يعني هن هول تخلطون، تحط ظرف الكبسة فوقهم وتحط الرز مع مرقة الدجاج، فنش. هاي هي يعني أسهل طبخة في التاريخ، كله فوق بعضه. هذا برشت الجزر، مبروش فوق الجزر برشته. والبندورة والبصل. هلأ بحركهم مع بعض ليدوب البندورة، بعدين زيد ظرف الكبسة. هيدا ظرف الكبسة اللي من ماجي، بزيدوا على هيدا وبزيد الرز وبطبخه كأني عم بطبخ الرز عادي. هاي هي كل الطبخة، هفرجيكم اياها. بس انا قلت لكم دايما حتتعلموا مني الطبخات السريعة. عم عيشكم الاجواء مع احنا بنحضر المسلسل. صرنا بالحلقة الثانية عشان انا امبارح ما حضرته، هلا حضرت حلقتين. اكيد مسؤولة الترفيه زينة. شفتون كيف صاروا؟ عم بغلي مي بالكتل. هلا بدي زيد ظرف الكبسة. ايه كتير حلوة الكبسة، بلشت تطلع ريحة البهارات مع الخلطة تاعتنا. هلا بدي زيد الرز. وهي حطينا الرز وخلطهم مع هاي اللي عنا. عم فرجيكم قبل ما زيد
مرقة الدجاج، بزيد مرقة الدجاج، بدي صفيها صفيها وبزيدها. سخنت مي احتياط عشان اذا مرقة الدجاج طلعت خفيفة او قليلة بزيد. هاي زدنا الرز، شوفوا كيف لون المرقة بالطنجرة. المي كتير منيحة، اجت على القد يعني ابدا. وهلا نطبخها كأنه عم نطبخ رز عادي. وهي هي طبختنا، لا تخلص بفرجيكم اياها على السفرة. هيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هلا الساعة 8، فت على المطبخ الساعة 3، ظهرت منه 8:30 يمكن، كنت قلبت بس وعلى فكرة هلكت تلفاني وهلا صار وقت البريك.